أخطر حاجة للمجتمعات هي الفقر، أخطر حاجة للدول هي الفقر. الفقر يخليك موسوس، الفقر يخليك كئيب، الفقر يخليك بخيل، الفقر يخليك تحسد، الفقر يخليك تغير، الفقر يخليك تدير تخدم غير الشر. الفقر، فقر يا عينك تريق البلاد، ريق قضي على الفقر، حاوز الفقر. كي تحاوز الفقر وحده المجتمع يبغي 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 يكون ساوي. كي تحارب الفقر المجتمع وحده يتطور يولي يبغي يبحث، يبغي يقول القول الزين، يبغي يدير الفعل الزين. كي تحارب الفقر تخلق هذاك التماسك، تخلق التماسك في المجتمع. بصح كي تحارب الفقر لا يمكن انك تقول ودي لا الفقر مليح، لا الفقراء يدخلون الجنة، لا الفقراء مليحه اللي يكون عندنا. علمنا الحرب على الفقر. ربي سبحانه عز وجل في الجهاد قال المجاهدين باموالهم عاجات انفسهم، باموالهم اللي عنده المال هو اللي انفيستي بكم كبير من المال في بناء الجامع، هو اللي يدير، هو اللي يجمع التبرعات، اللي عنده هو اللي يمد، اللي عنده هو اللي دائما يخدم الحاجه الزينه، اللي عنده المال دائما تلقاه يساهم في الـ في الـ في, الـ في الامور النبيله. اما الفقير ما عندهش، فقير ما عندهش، فقير مهزوز الاركان، الفقير تاكله الكآبه. الفقر اعلن عليه الحرب باه تنجح، اللي تحوس امه تكون لاباس بها وتكون متماسكه ومجهده، اللي تحارب فيها الفقر، تحارب فيها الفقر ماشي ترضحها تكسرها، هي فقيره وتزيد ترضحها تزيد تجهلها. حارب الفقر، كي تحارب الفقر تشوف تطور، تشوف التطور الحقيقي. حذاري يقول لكم مودي تحيا الفقر. حرزي غلط ويقول لك الرسول عليه الصلاة والسلام كان فقير. الرسول عليه الصلاة والسلام كان معطاء، كان عنده. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتصدق. الرسول عليه الصلاة والسلام أبو بكر رضي الله عنه بدراهمه عاون في نشر الرسالة بدراهمه، عثمان بدراهمه، عمر الحق بدراهمه. حرز يألفوا لك ديك ليستواري ويقول لك لا الفقر بعد فقير بهت. الفقر يورث من سيوك الجهل والانقسام، هذا ما يورث الفقر. الفقر تاع شي مرض يورث تصدع الامم والمجتمعات، هذا الشيء اللي يورثه الفقر. اما اللي اي حرب تعلنها اعلنها على الفقر داخل المجتمعات، اعلنها على الفقر داخل المجتمعات وشوف النتائج كيفاش تكون، شوف النتائج كيفاش تكون.